أهلا بكم من جديد. دعوات ومؤتمرات وإجراءات، تعددت العواصم والهدف واحد: معالجة أزمة الهجرة غير النظامية والحد من تدفقاتها عبر المتوسط. في روما ثمة خطة جديدة يرسل عبرها المهاجرون إلى بلد ثالث. أما في طرابلس فتدعو الداخلية لدعم البلاد في تأمين حدودها ومساعدتها أيضا في زيادة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين الذين تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف. فما أسباب استمرار أزمة الهجرة رغم الجهود المحلية والأوروبية لمعالجتها؟ وما الذي يعرقل وضع الحلول الجذرية لها؟ يجيبنا على هذه التساؤلات ضيوفنا الذين أرحب بهم عبر الأقمار الاصطناعية. معنا أستاذ العلوم السياسية بجامعة مصراتة والناشط في شؤون الهجرة سيد محمد سويب من مصراتة، وعبر سكايب من بروكسل الخبير في العلاقات العربية الأوروبية سيد محمد رجائي بركات، وعبر سكايب من ميلانو الباحث في قضايا المهاجرين وطالبي اللجوء السيد طارق لملوم. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. ولعلي أبدأ معك سيد طارق، وكالة نوفا في آخر تقاريرها تقول إن أعداد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا عبر ليبيا تفاقمت وفاقت أيضا الأعداد التي تنطلق من تونس. نتحدث هنا عن 60% من إجمالي الواصلين إلى إيطاليا من ليبيا و 31% من تونس. نريد قراءتك وتفسيرك لهذا الرقم مقارنة أولا بالعام الماضي، ومقارنة أيضا بالرقم الوافد من تونس. نعم، ابتداء مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. أعتقد أن قضية الزيادة التي حدثت سواء كانت زيادة أو نقصان بالنسبة لليبيا هو الأمر مرتبط بالأوضاع داخل ليبيا. يعني على سبيل المثال المواني التي فتحت في شرق ليبيا ومدينة بنغازي وطبرق وغيرها من المواني هي لم تكن موجودة يعني في خلينا نقول في وقت سابق. أيضا هناك بعض المناطق يعني أصبح الخروج منها يعني بكثرة في المنطقة الوسطى، يعني في مدينة مصراتة في كربولي وغيرها من المناطق تخرج رحلات إلى إيطاليا. فلذلك نجد أن أعداد كبيرة كانت تدخل من تونس وتدخل إلى ليبيا، وكذلك يحدث العكس. يعني في بعض الأحيان يتجه كثير من المهاجرين وطالبي اللجوء ويدخلون إلى تونس ويذهبون. الأمر مرتبط نعتقد بالحملات التي يقوم بها حفر السواحل وأمن السواحل والجهات الموجودة في البحر. لا أعتقد أن من ضمن هذه الأسباب، يعني هذه الأسباب حسب الوضع الأمني داخل هذه المناطق. وبالتالي هل تتحدث، إن كنت قد وصلني الصوت بشكل واضح وفهمت بشكل واضح، عن أن بعض أو ربما جزء من العدد الذي كان يصل من تونس أصبح يدخل إلى ليبيا، وبعد ذلك من ليبيا يغادر باتجاه إيطاليا؟ نعم، من بعد عام 2019 بعد عام 2019 من موجودين داخل ليبيا والمسجلين ينتقلون إلى في ذاك الوقت كان هناك سهولة للدخول إلى تونس عبر الصحراء، وكان ينتقلون إلى المناطق المعروفة والمشهورة بتونس التي تنقل المهاجرين. عندما كان هناك قبضة أمنية في تونس وتغيرت الموازين بالنسبة للسلطات التونسية والجيش التونسي، فأصبح هناك موجة أخرى ترجع ويعود من جديد إلى ليبيا، وبعض منهم يذهب إلى شرق ليبيا ويخرج عن طريق طبرق، والبعض يخرج من المناطق الموجودة في سواء كان القرابولي وطرابلس براتا زوارة، المناطق التي لازالت لغاية الآن تخرج منها هذه الرحلات. يعني طيب أنتقل أيضا إلى السيد محمد رجائي بركات. هنا هذا البون الشاسع بين النسبة التي تصل من تونس والنسبة التي تصل إلى أوروبا، عفوا إيطاليا بالتحديد من تونس أو من ليبيا. يتحدث سيد لملوم عن أن السبب يعود ربما إلى صعوبة الخروج من تونس إلى تحولهم إلى ليبيا من تونس ومن ليبيا إلى إيطاليا بعد ذلك. هل ترى أن ذات السبب ربما هو السبب الحقيقي والفعلي من ازدياد هذه الأعداد؟ السبب الحقيقي والفعلي أيضا يكمن في أن المشاكل التي أو الأسباب التي تحمل هؤلاء الأشخاص لمحاولة مغادرة بلادهم والذهاب إلى دول الاتحاد الأوروبي سواء عن طريق تونس أو عن طريق دول أخرى
الأسباب ما زالت قائمة، وهي المشاكل السياسية وأيضا عدم نجاح وعدم توفر العمل والأسباب الاقتصادية في تلك الدول. فلهذا يحمل هؤلاء الأشخاص إلى التوجه ومحاولة التوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر هاتين الدولتين والدول الأخرى، وهناك طرق أخرى أيضا تسمح لهم بالتوجه والوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي. فطبعا كما ذكر الجميل يعني المشاكل الداخلية وعدم قدرة الحكومة الليبية على مراقبة حدودها وعدم حصولها على المساعدات الكافية من أجل وقف الهجرة ومراقبة الحدود ومكافحة المهربين تجار البشر، كل هذا يجعل من ممكن استمرار تدفق اللاجئين. وبالتالي طبعا هذه الظاهرة تحدث عنها منذ سنوات طويلة وما زالت مستمرة. طيب 33,500 مهاجر تقريبا وفق ما نقلتها نوفا، هذا عدد الواصلين إلى إيطاليا من ليبيا، بغض النظر هنا عن علاقة الأمر أو مقارنته بتونس، كيف تقيمه أو كيف تصفه كعدد في العموم؟ هذا عدد كبير، ولكن ما حصل هذا العام بسبب الرقابة التي فرضتها إيطاليا انخفض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا بنسبة كبيرة. أعتقد في نفس الفترة من العام الماضي كان هناك أكثر من 60,000 شخص، الآن انخفض هذا العدد بنحو 45%، فبالتالي هذا نجاح يعتبر. تتحدث عن واصلين من ليبيا سيد بركات؟ أتحدث عن ليبيا والدول الأخرى. لا، نحن نتحدث بالتحديد 33,500 مهاجر تقريبا من ليبيا بالتحديد، أما العدد ككل فهو يتجاوز 50,000. نحن نقيم هنا العدد الواصل من ليبيا بالتحديد. ولكن حتى العدد الذين ذهبوا إلى إيطاليا عن طريق ليبيا العام الماضي كان أكبر بكثير من هذا العدد. فبالتالي هذا يعتبر نجاح بالنسبة للسيدة ميلوني، التي أيضا لهذا الغرض تريد أن تفرض أفكارها وأراءها على الدول الأوروبية الأخرى، ويجري ذلك حاليا يوم وغدا خلال القمة الأوروبية. طيب، إذا قلت بأن العدد وصفته بالكبير، ولكنه مقارنة بالعام الماضي ربما يعتبر نجاح وهو منخفض ويعكس بعض النجاح، ولكن تبقى 60% من إجمالي الواصلين إلى إيطاليا عبر ليبيا سيد محمد سويب عدد أو نسبة كبيرة مقارنة بهذا البلد الذي عدد سكانه ربما قليل، الأمر طبعا يعود إلى مهاجرين حتى غير ليبيين، ولكن هنا التناقض الحاصل بين هذه النسبة وبين الجهود الرامية لمعالجة ظاهرة الهجرة، كيف تقرأه؟ سيد محمد، محمد سويب، هل أنت نعم في الاستماع؟ نعم نعم. إذن كان التساؤل عن 60% واصلين. الشطر الأخير من السؤال لم أستمع إليه. نعم، سأعيد. التساؤل كان أن 60% من إجمالي الواصلين إلى إيطاليا يأتي من ليبيا، وهذا يأتي في وقت تتضاعف فيه الجهود الرامية لمعالجة هذه الظاهرة سواء على المستوى المحلي أو الدولي وحتى الإقليمي، فنتساءل عن السبب ربما في التضارب بين هذين العاملين. نعم، أولا السلام عليكم. مرحبا بك وبضيوفك الأكارم. سؤالك الإجابة عليه في العموم، طالما هناك فقر في الجنوب وغنى في الشمال لن تتوقف ظاهرة الهجرة غير شرعية وتدفق الناس من الأقاليم الفقيرة إلى الأقاليم الغنية، وهذا أمر طبيعي وسنة الحياة وسنة البشر. فيما يخص دولة ليبيا، بالنسبة لملف الهجرة الغير شرعية في ليبيا ينقسم إلى ملفين، ملف داخلي وملف خارجي. بالنسبة للداخل، صحيح أن ليبيا الآن تعتبر الحلقة الأضعف في حلقات الهجرة الغير شرعية، وهي دول المصدر
ودول المعبر ودول المقصد. الحقيقة هناك خطأ وهناك عدم جدية وعدم نجاعة في معالجة ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ولا سيما إيطاليا. لماذا؟ لأن دولة ليبيا في الحقيقة وفي الواقع هي غير معنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط لسببين. أولا أن المهاجرين الغير شرعيين الذين يعبرون البحر من ليبيا إلى إيطاليا أو إلى قبرص أو إلى مالطا أو إلى اليونان ليسوا ليبيين، ربما 1% أو ممكن أقل من 1% مهاجرين، أي بمعنى لا يوجد ليبيين مهاجرين غير شرعيين لأوروبا. ثانيا أن لا وجود لمهاجرين غير شرعيين يدخلوا إلى ليبيا من البحر المتوسط. إذن ليبيا غير معنية بمسألة تأمين البحر المتوسط من تدفقات الهجرة الغير شرعية. ليبيا كدولة معنية بشيء واحد وهو تأمين حدودها الجنوبية، هذه الحدود التي تتجاوز تقريبا سوف طولها نستفيد من نصف طول القارة الأوروبية. نعم أكثر سيد سويب في مسألة تأمين الحدود وحتى مسألة المعالجات في محاور لاحقة. نبقى الآن في تحليل الأرقام قبل أن ننتقل إلى باقي المحاور. اسمح لي بالانتقال إلى السيد طارق لملوم. إذن ليبيا يبدو أنها أكثر المتضررين وأكثر المستقبلين للاجئي السودان على أثر الأزمة هناك، وبالتالي هذا العدد الذي تحدثت عليه نوفا وهو 33,500 مهاجر غير نظامي وصل إلى إيطاليا من ليبيا، هل يشتمل أيضا على مهاجري ولاجئي السودان؟ نعم، هو دائما لدينا أشكال نحن في التصنيف، سواء كان بالتصريحات الحكومية وأيضا الجانب الإيطالي حتى في محادثاتها، وعندما أتى إلى ليبيا في يوليو الماضي وتحدثوا على يعني على مستويات عالية، مع الأسف دائما ما يتحدث فقط على مهاجرين ويتحدث على أن كل من يدخل ليبيا وكأنهم هم من يأتوا فقط من أجل تحسين مستواهم الاقتصادي، وهذا الكلام غير صحيح. من يخرج عبر البحر ويصل إلى إيطاليا، وهذه الأعداد والرقم الذي ذكرته نعم هو كان يشمل أعداد كبيرة من السودان ومن الأشخاص الذين دخلوا هذا العام بعد الحرب، يعني بعد الحرب. وطبعا إذا لدينا إشكال كبير جدا، لدينا يعني دائما تجد السلطات تتحدث على تقديرات وتؤكد على من دخل ومن هو موجود في ليبيا، مثل الرقم الشائع الآن أن من هم في ليبيا تجاوز 2 مليون، ولكن لا يوجد أي حديث على من خرج من البحر. يوميا يخرج أعداد من السودان ومن البحر، يختفي الكثير منهم، قوارب كثيرة تختفي ويموت العشرات منهم، رغم أنهم مسجلين لدى مفوضية اللاجئين، ولا تجد أن هذه المفوضية تقوم بشطب هذه الأسماء لأنها غير قادرة على تحديد مكانهم أثناء لذلك مثل هذه الأرقام دائما ما تحتاج إلى مراجعة. حسب التقريب لاجئي السودان كم يمثلون من نسبة 60% الواصلين إلى إيطاليا من ليبيا؟ طبعا هو لا نستطيع أن نعطي رقم، ولكن حسب ما يتم يعني على سبيل المثال سفن الإنقاذ الموجودة في البحر مثل سي واتش وغيرها، السفن الألمانية وأيضا مفوضية اللاجئين في روما التي تنشر الإحصائيات، هناك أرقام يعني هي تنشرها. طبعا يظل السودان هم أقل، يعني سواء كان السودان أو جنوب السودان يعني تعتبر أرقام بسيطة، لكن هنا نتحدث على من قام بالتسجيل داخل إيطاليا يعني في جزيرة لامبيدوزا، ولكن هناك الكثير يعني يختفون أو ينتقلون من إيطاليا مباشرة إلى بلدان أخرى فلا يمكن حصرهم، ومع الأسف أيضا هناك قوارب تختفي بأكملها يعني، ومن ضمنها من السودان يعني. نعم، طيب أنتقل إلى السيد رجائي بركات. إذن تقارير سابقة وثقت في ديسمبر الماضي تحقيق لجهات إعلامية معروفة أفادت بأن هناك ربما نوع من أنواع التنسيق بين الحكومة المالطية وفرونتكس مع كتيبة طارق بن زياد في مسألة اعتراض وإعادة السفن إلى ليبيا، بينما تتحدث وكالة نوفا عن أن أعداد المهاجرين غير النظاميين الواصلين من الحدود الشرقية لا يتجاوز 1,000 مهاجر وهو رقم منخفض جدا، ما يدفعنا هنا للتساؤل عن واقعية هذا العدد. في الواقع هذه الأعداد يعني يجب أخذها بحذر،
حتى أعداد الأشخاص الذين يحاولوا الذهاب، وأعداد كبيرة منهم تغرق في البحر ولا أحد يدري عنهم. فبالتالي هذه الأعداد وهذه الأرقام أعتقد أنه لا يجب أخذها وكأن أعداد صحيحة 100%. أعتقد أن هذا العدد قليل بالنسبة للواقع، ربما يتجاوز هذا العدد بأضعاف. فبالتالي يعني كما ذكرت هذه الأعداد يعني صحيح أنه نرى بأنها الآن انخفضت أو قليلة، ولكن ما مدى صحة هذه الأرقام، وهل توجد فعلا إحصائيات وصحيحة بهذا الخصوص؟ وربما هذا يدل على أن التعاون بين هذه الأطراف الثلاثة قد نجح في خفض أعداد اللاجئين إذا كان فعلا الأعداد انخفضت بهذه الدرجة. طيب سيد سويب، يرى سيد بركاتي أن هذا الرقم غير واقعي وقد يتجاوز ذلك بأضعاف، كم تتوقع ربما أن يكون العدد مقارنة بما يحصل من تنسيق ربما ومن تجاوزات ومن خروقات والتجار بالبشر أيضا، وبالنظر أيضا إلى الانفلات في المنطقة الشرقية؟ نعم. إذا كنت أسألك عن هذا العدد الذي وثقته نوفا بالنسبة للمهاجرين الواصلين إلى إيطاليا عن طريق ليبيا من الحدود الشرقية، وعن ربما العدد المتوقع أو المفترض ربما أو الحقيقي تقريبا طبعا مقارنة بما تتحدث عنها التقارير الغربية من تنسيق بين الحكومة المالطية وبين فرونتكس و كتيبة طارق بن زياد، وبالنظر أيضا إلى حالة الانفلات بالنظر إلى الانقسام الحاصل. نعم، بالنسبة للأعداد قد تتزايد وقد تتناقص، الأمر موقوف على الإجراءات الأمنية للسلطات الليبية على الحدود الشمالية لليبيا على البحر المتوسط. ولكن أنا لدي وجهة نظر أخرى تختلف، أن كل الإجراءات التي تتخذها مفوضية الاتحاد الأوروبي وإيطاليا ومنظمة الفرونتكس التي شكلت أصلا لحماية الحدود الجنوبية الأوروبية وهي منظمة عسكرية أمنية استخباراتية، همها الوحيد هو تأمين البحر المتوسط في مواجهة شمال أفريقيا والهجرة المتدفقة من شمال أفريقيا، سواء مهاجرين غير شرعيين أو تهريب بشر أو إرهابيين أو مخدرات أو غيرها. لكن كل هذه الإجراءات أعتقد أنها تعالج فروع المشكلة. كل الإجراءات من عام 2012 إلى الآن لم تعالج ولم توجه لجذور المشكلة. جذور المشكلة للمهاجرين الغير الشرعيين في ليبيا يكمن في الجنوب وليس في الشمال. هنا أطرح سؤال، لماذا منظمة الفرونتكس وإيطاليا ومفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون اللاجئين لماذا لم يتحدثوا على مشروع تأمين الحدود الجنوبية لمسافة 1780 كيلومتر، والذي تم باتفاق دولي ما بين دولة ليبيا في عام 2008 وقع في بنغازي مع مفوضية الاتحاد الأوروبي ووزارة الداخلية الإيطالية بإشراف وزارة الداخلية الليبية؟ هذا المشروع الاستراتيجي الذي رصد له قرابة 300 مليون يورو لماذا لم يتم إحيائه من جديد؟ لماذا السكوت عليه؟ لماذا إيطاليا ومفوضية الاتحاد الأوروبي لا تتحدث عن الإمكانيات التي يجب أن تقدمها للسلطات الليبية للسيطرة على هذه المسافة الكبيرة؟ يعني نتحدث عن 1780 كيلومتر، 1050 كيلومتر مع تشاد، و350 كيلومتر مع السودان، و335 كيلومتر مع النيجر. هذه المسافة تحتاج إلى مئات الملايين وتحتاج إلى أجهزة حديثة. هناك مشروع وهو مشروع مراقبة الحدود الجنوبية إلكترونيا، هذا المشروع بوشرت به الشركات الإيطالية وعلى رأسها شركة سيلكس الإيطالية، ونفذت 16% من هذا المشروع، وهذا المشروع يكمن في زرع 90 برج للمراقبة والاستشعار عن بعد، بالإضافة إلى 4 غرف عمليات في التوم والقطرون و أوزو
وغات مع وجود غرفة عمليات رئيسية في طرابلس. بهذا الشكل بإنجاز هذا المشروع تنتهي قصة الهجرة الغير شرعية على الأقل لدولة ليبيا التي تملك 2000 كيلومتر على البحر المتوسط وأكبر بوابة أفريقية على الجنوب الأوروبي. كل ما يحدث الآن، ما حدث في مؤتمر نابولي وقراراتهم كلهم يتحدثوا عن مكافحة الهجرة في الشمال الليبي، أي أنهم يضغطوا باتجاه أن تبقى ليبيا شرطي بالمجان لمراقبة الحدود الأوروبية. نعم، وما دمت سيد إلى أوروبا محمد سويب، نعم، فتحت هنا واستهليت محور المعالجات، أنتقل لسيد طارق لملوم وستستفيض حضرتك في هذه النقاط في هذه الجولة القادمة. إذن سيد محمد سويب تحدث عن بعض الحلول لكن المفترضة والتي يرى أنها ستحل الأزمة. دعنا نعود إلى حلول الأرض الواقع المتبعة حاليا والتي من بينها رحلات العودة الطواعية. في هذا الصدد يقول وزير الداخلية عماد طرابلسي أن في ليبيا هناك ما يقارب 2.5 مليون مهاجر، منهم 80% دخلوا البلاد بصفة غير شرعية، ويطالب أيضا بتكثيف رحلات العودة الطوعية. أتساءل هنا إلى أي مدى تعتقد أن رحلات العودة الطوعية تعتبر حل ناجع في مسألة معالجة أزمة الهجرة غير شرعية؟ نعم، هو نقطة للتوضيح فقط، يعني ما يحدث الآن من يصل إلى إيطاليا، دعينا نتحدث على من يناير لغاية شهر أغسطس حوالي 8 أشهر، النسبة الأعلى التي وصلت إلى إيطاليا كانت من السوريين ومن بنغلاديش. نعتقد أن السوري بنغلاديش والأسيويين لا يدخلون من الصحراء، المعادلة تغيرت، ليس الأزمة أزمة صحراء. يعني عندما الآن هناك آلاف الأشخاص يدخلون شهرية من مطارات ومنافذ رسمية ومباشرة ينتقلون إلى موانئ وإلى مناطق ويخرجون إلى إيطاليا. طبعا وهذا ما تحاول إيطاليا والاتحاد الأوروبي دائما ما يركزون على أفريقيا، وإن الهجرة هي هجرة الرجل الأسود فقط هو الذي يأتي من أوروبا. نعتقد أن ولذلك ارتبط الأمر بهذا الحل الموجود الآن، وهو قضية ما يعرف بالعودة الطوعية. هذه العودة التي هي يتم إجبار هؤلاء الأشخاص، نعم جزء منهم يرغبون في العودة إلى بلدانهم، ولكن جزء كبير من هؤلاء الأشخاص يعرض عليهم العودة الطوعية داخل مراكز الاحتجاز، يعني داخل مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز الهجرة أو داخل مراكز والسجون التابعة لوزارة العدل وغيرها. طبعا بعض منهم يكون قد ارتكب بعض المشاكل والجرائم الجنائية، ولكن الكثير يتم إجباره على ما يعرف بالعودة الطوعية وينقل. وهذا ما يشجع عليه الاتحاد الأوروبي وأيضا إيطاليا، هم دائما يركزون على دعم المنظمة الدولية للهجرة. لماذا؟ لأن الدولية للهجرة من أهم وظائفها إرجاع الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية. ولكن لو تلاحظي أنه لا يوجد أي تركيز ولا دعم لمفوضية اللاجئين التي تعمل في ليبيا منذ 30 عام، موجودة لديها مكتب واحد فقط، 5 أو 6 موظفين، ولديها هاتف واحد. يعني تخيل عدد المسجلين الآن لدى هذه المفوضية أكثر من 60 ألف شخص، 60 ألف شخص وهاتف واحد فقط يرد على طلبات التسجيل. بالمقابل تجد هناك دعم كبير للمنظمة الدورية للهجرة، طائرات يتم استئجارها، خدمات لوجستية، تقديم ملابس، أغذية لهؤلاء الأشخاص عندما يوافقون على العودة. ونعتقد أن هذا ما يحدث فقط، يعني الحل الوحيد الواقعي بالنسبة إلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي والذين سيستفيدوا من هذا الأمر هو دعم هذا الأمر، دعم مسألة العودة الطوعية طبعا بالتعاون مع وزارة الداخلية في ليبيا. وبالتالي تراه حلا ناجعا؟ حل بالنسبة لهم هم طبعا، بالنسبة للاتحاد الأوروبي حل. يعني على سبيل المثال الآن نتحدث على 10 ألاف شخص تم إرجاعهم خلال هذا العام، 10 ألاف شخص. لو لم يكن هذه فكرة العودة الطوعية موجودة لكانوا مرشحين الآن هؤلاء الأشخاص موجودين، جزء منهم في البحر وجزء منهم غرقى ويختفون. نعتقد أن الاتحاد الأوروبي يفكر بكامل الأنانية في مثل هذه، وسيستمر على فكرة هو. يعني الاتحاد الأوروبي من عام 2008 من الاتفاقية الصداقة التي أبرمها مع نظام في ليبيا في ذاك الوقت، وهو يفكر في نفس الأمر فقط، منع وصول هؤلاء الأشخاص إلى ليبيا مع إعطاء بعض المزايا للسلطات الليبية. والآن دخل على الخط، يتم دعم حرس الحدود الليبي وتمويلهم وبناء مركز للتدريب الآن في مدينة صبا بدعم من الاتحاد الأوروبي.
كل هذا الفتات الذي يقوم بإعطاء للحكومة الليبية مقابل ماذا؟ مقابل منع وصول هؤلاء الأشخاص وتسيير رحلات وإرجاعهم إلى بلدانهم. لماذا لا تراه ربما بتلك النجاعة بالنسبة للأزمة من جذورها وتراه ربما فقط في صالح الاتحاد الأوروبي كحل؟ طبيعي، لأن لا مثل ما ذكر ضيوفك يعني شخص هذه المسألة أساساً لماذا يأتي هؤلاء الناس إلى ليبيا رغم علمهم إن يعني دخول هؤلاء الأشخاص إلى ليبيا منذ عام 2011 عام فترات النزاع وفترات إن الليبيين أنفسهم خرجوا من ليبيا، تجد كثير من المهاجرين عائلات نساء بنات قاصرات يدخلوا ليبيا. إذا هناك أمر أجبرهم على الخروج من البلدان سواء كان الفقر أو النزاعات المسلحة وهي لم تنتهي بعد. وسنأتي إلى التنمية، إلى نقطة التنمية التي تتحدث عنها الآن التي لا تتوفر ولكن يعادون إلى بلدانهم، بالتالي ربما تكون الحلقة مفرغة. أنتقل إليك سيد رجائي بركات، هنا التساؤل عن هذه الدعوة التي وجهها عماد أطرابلسي وزير الداخلية، ما مدى استجابة الإمكانيات الليبية لها بزيادة عدد الرحلات الطوعية التي تعيد المهاجرين إلى بلدانهم؟ وأيضا تحدث سيد طارق لملوم الآن على أن مسألة العودة الطوعية تصب بالتحديد في صالح الاتحاد الأوروبي، وبالتالي نتساءل أيضا عن رغبته هو في مساعدة ليبيا في هذا الشأن زيادة رحلات العودة الطوعية. طبعا العودة الطوعية الاتحاد الأوروبي من المفروض أن يدفع تكاليف العودة، وأيضا بعض الدول تدفع أموال معينة، النمسا تدفع حاليا 10,000 يورو لكل لاجئ ومقيم غير شرعي للعودة إلى بلاده. وطبعا في حال من أجل نجاح هذه العملية وإعادتهم من ليبيا إلى بلادهم يجب أن يكون هناك تتوفر الإمكانيات المالية لهذا الغرض. والتجربة حتى الآن صحيح أنه تم إعادة 10,000 شخص، ولكن هذا العدد قليل مقارنة بالأعداد الموجودين، أعداد الأشخاص الموجودين في ليبيا وأيضا أعداد الأشخاص الموجودين داخل دول الاتحاد الأوروبي. أعتقد هذه السياسة يعني ستبقى فاشلة نوعا ما، يعني صحيح أن هناك نجاح محدود ولكن بشكل عام ما يجب عمله هو كما كان قد قرر رؤساء دول وحكومات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وتشكيل وتأسيس، وتحدثوا عن هذا الموضوع واتخذوا قرارا به وهو تأسيس صندوق استثمارات لتحسين الأوضاع الاقتصادية وحلال التنمية في الدول التي يأتي منها اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، ولكن لم يتم عمل أي شيء فعال بهذا الخصوص. وأيضا تقديم الدعم الكامل والكافي لليبيا لهذا الغرض، وأيضا حتى الآن الإمكانيات لا تتوفر. نحن ننسى دائما أن دول الاتحاد الأوروبي نفسها الآن تعاني من أزمات اقتصادية ومالية، وبالتالي يعني لا يجب أن نتوقع أن تدفع دول الاتحاد الأوروبي مبالغ إضافية من أجل عودة اللاجئين، وخاصة ما داموا غير موجودين داخل أراضيها. يعني الآن هناك اقتراح أن يتم ويتم بحثه حاليا خلال القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، أن يتم تجميعهم ووضعهم في مراكز في دول أخرى. نعم، سنعود إلى هذا الحل أيضا، لكن دعنا نستوفي مسألة العودة الطوعية حقها. وتحدثت سيد رجائي بركات عن عودتهم أو إعادتهم إلى بلدانهم دون معالجة السبب، يعني دون خلق التنمية. ما الذي قد ينتجه ذلك أن تعيد المهاجر مرة أخرى إلى أصل الأزمة وذات الظروف التي دفعتها للخروج من بلاده؟ ماذا سينتج في الأخير ذلك؟ ما سيحصل هو أنه سيحاول العودة مرة أخرى، وربما بطريقة قد تعرض حياته للخطر. إذا كان تم إعادة هذا الشخص دون منح الإمكانيات من أجل أن يبدأ حياته من جديد وتتوفر لديه الإمكانيات المالية كي يقوم بعمل مشروع أو توفير عمل له، فإنه سيحاول العودة، والكثير من الحالات أثبتت ذلك. في أن هناك تقارير عدتها إحدى محطات التلفزيون الغربية، أجرى لقاء مع عدد منهم حاولوا العودة وحاولوا
التوجه عن طريق ليبيا وعن طريق دول أخرى لدول الاتحاد الأوروبي عدة مرات، وطبعا هذا الموضوع سوف يستمر بشكل أو بآخر ولن يحل المشكل. كما ذكرت يجب القضاء على الأسباب التي تحمل هؤلاء الأشخاص لمحاولة التوجه إلى ومغادرة بلادهم بسبب الفقر والحاجة، وأيضا بسبب أحيانا المشاكل السياسية والحرب كما هو الحال في السودان. واضح. إذا تتحدث هنا عن نصف الأزمة ونصف أصل السبب الذي اضطر هؤلاء إلى مغادرة البلدان، نتحدث بالتالي عن التنمية، عن خلق فرص عمل، عن توفير ربما مشاريع وخلق بيئة ملائمة. إليك سيد سويب. تحدث السيد رجائي بركات عن أن ذلك مهم، ولكن ربما نظرا لظروف اقتصادية قد تعاني منها أيضا بلدان أوروبا قد لا تركز على هذه المسألة، واجتثاث الأزمة من جذورها ونفي سبب حصولها بالأساس يعتقد الكثيرين بأنه من أنفع والأجدى الآن أن يولى الأهمية القصوى، وبالتالي ما تتكبدها البلدان الأوروبية من خسائر ربما أو حتى من فوضى من وصول المهاجرين إليها، إذا ما قارناه بما ستدفعه في التنمية في هذه البلدان، هل يبدو لك أنه متساوي أم أن التضحية بخلق التنمية في هذه البلدان قد يجنبها خسائر أكبر؟ بالتأكيد أن العقلية الأوروبية لا سيما الإيطالية منها تتعامل بمبدأ الربح والخسارة. لمدة 10 سنوات مضت أو 12 سنة مضت كان التعامل، وأنا أحدثك من واقع تجربة عملية، أنا اشتغلت 9 سنوات في جهاز الهجرة غير الشرعية وكنت على قرب وحضرت أكثر من 20 اجتماع مع مسؤولين أوروبيين في الفرونتكس وفي الاتحاد الأوروبي وفي الداخلية الإيطالية وغيرها على موضوع الهجرة غير الشرعية، وحدثك من واقع أنا مريت به. الأوروبيين يحسبوها كثيرا ومبدأ الخسارة والربح هو الأول. الآن أو 10 سنوات اللي مضت بالتأكيد بالنسبة لأوروبا الثمن بخس جدا أنها تدعم ليبيا بشوية زوارق على البحر المتوسط أو شوية دورات تدريبية، وأنا عشت هذه الدورات وكنت مترجم لأحد الدورات وهي دورة تحقيق الجنائي والتحقيق في المستندات المزورة وإدارة المراكز الإيواء. الضباط الذين ذهبوا لحضور هذه الدورة وأنا كنت المترجم لها شهر كامل لم يتحصلوا على معلومة جديدة واحدة في هذا الموضوع، واعتبرت إيطاليا أنها قدمت معونة وقدمت عمل. فوجود المهاجرين داخل ليبيا هو هذا المربح الأساسي لأوروبا. الأوروبا تعرف جيدا، إيطاليا وفرنسا وألمانيا يعوا جيدا سبب هذه الهجرة، من أفقر تشاد ومن أفقر النيجر؟ لماذا فرنسا لا تقيم مشاريع في حوض تشاد، في حوض بحيرة تشاد والنيجر؟ لا وجود لهذه المشاريع. من أفقر النيجر وتشاد؟ أفقرتهم فرنسا، الاستعمار الفرنسي الذي لا زال مسيطر إلى الآن. إقامة مشاريع تنمية مستدامة في هذه الدول يعتبر ثمن باهظ بالنسبة للأوروبيين الآن وغير مضمون. لكن ما احنا ما يهمنا هو طبيعة كيف يعتبر إقامة مشاريع تنمية في هذه البلدان تكلفة أو ثمن باهظ سيد سويب؟ نعم، أنت هل تتوقع أن فرنسا أو إيطاليا مستعدة أن تضع 10 أو 15 مليار يورو لإنشاء مشاريع زراعية أو مشاريع صناعية في بحيرة تشاد أو في النيجر؟ لا أعتقد ذلك ولن يريدوا ذلك، بل على العكس هم مستفيدين من بقاء هذه المنطقة تحت خط الفقر. هذا دوافع سياسية وأمور سياسية تحتاج إلى نقاش أكثر، وبالتالي الاستفادة من ذلك ربما هي أكبر من الضرر الحاصل والمتسبب فيه أعداد المهاجرين التي تصل إلى السواحل الأوروبية. نعم، الآن شوية المهاجرين اللي يدخلوا للبحر المتوسط
لا يشكلوا خطر على أوروبا ولا على إيطاليا، بل بالعكس هم بالنسبة للإيطاليين على كل مهاجر يأووه يأخذوا في مبالغ طائلة من مفوضية الاتحاد الأوروبي، وأحيانا هم يحتاجوا لوجود مثل هذه المهاجرين للضغط على حكوماتهم وللحصول على مبالغ لتحت ستار إيواء المهاجرين وحمايتهم. لكن وجود عندنا ليش سؤال، لماذا كل الاجتماعات من 12 سنة إلى الآن كلها تصب في اتجاه توفير الحماية خروج المهاجرين من الشواطئ الليبية؟ أنا أذكر أن إيطاليا كان هناك ثلاث زوارق بحرية لمراقبة الحدود الليبية قصفها الناتو في 2011 وتحتاج إلى شوية صيانة، أخذت الصيانة 6 سنوات وكانت صيانة سيئة جدا من قبل الإيطاليين. الآن يقولوا بأنهم سيساعدوا القوات الليبية والسلطات الليبية والداخلية الليبية. الأمر غير هكذا، الأمر غير واضح بالنسبة لنا. كل الحلول التي تقترحها أوروبا والاتحاد الأوروبي وإيطاليا هو العمل على استيطان المهاجرين الغير شرعيين في ليبيا ومنعهم من عبور المتوسط. هذه النقطة بالنسبة لليبيا أو بالنسبة للسلطات الليبية، صحيح عندما تشدد السلطات الليبية مراقبتها للحدود تقل عملية المهاجرين الغير شرعيين إلى أوروبا، ولكن لا يقلل من تدفق المهاجرين الغير شرعيين إلى ليبيا. المهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا يفوق 3 مليون مهاجر غير شرعي في ليبيا. أنا عندي تعقيب بسيط على السيد لملوم عندما قال أن دخول المهاجرين ليس من الصحراء فقط وإنما من المنافذ البحرية مثل السوريين والبنغلاديش. هذه الأعداد لا تشكل شيء أمام الأعداد المتدفقة الداخلة من الجنوب. وأيضا من يدخل عبر المنافذ الرسمية عبر المطارات الليبية على الأقل لديهم وثائق تبوتية، جوازات سفر وبطاقات، ومعروفين بأسمائهم وجنسيتهم، والأمر ترحيلهم غير صعب، ماهوش مشكلة، على الأقل معروفة. احنا مشكلتنا في ليبيا من الأعداد التي لا نعرف حتى جنسيتهم من أين، لا نعرف أنهم تشاديين أو نيجيريين أو كونغوليين أو كاميرونيين أو نيجيريين أو غيره. هنا المشكلة. الكارثة الأخرى أن هناك أصبح تغير ديموغرافي في على الأراضي الليبية. هناك أحياء الآن في مرزق وفي باري وفي سبها كلهم مهاجرين غير شرعيين وغير ليبيين. الكارثة الأخرى الآن بعد قيام الحرب في السودان، الآن لدينا في الكفرة أكثر من 40,000 مهاجر ولاجئ في مدينة الكفرة. هذا الرقم يشكل أكثر من نصف عدد سكان مدينة الكفرة الأصليين، وهذا خطر ديموغرافي. نعم. إذن واضح مسألة إيقاف الهجرة غير شرعية في ليبيا لا يكمن في البحر، وإنما في تأمين الحدود الجنوبية ودعم السلطات الليبية الدعم الحقيقي، وليس مجرد لقاءات ومؤتمرات وندور في نفس الدائرة المفرغة التي لم نتحصل منها على شيء. يعني المؤتمر الآن الذي عقد في نابولي كل قراراته ما فيهاش قرار واحد أو توصية واحدة في صالح الدولة الليبية، كل من أجل إبقاء الدولة الليبية الشرطي بالمجان يحرس الحدود الجنوبية لأوروبا. واضح. إذن أنتقل إلى سيد بالنسبة نملون. للعودة نقطة أخيرة، معلش تفضل. نقطة أخيرة، نقطة أخيرة تفضل. العودة الطوعية أنا عشتها وكنت من أحد المشرفين على العودة الطوعية للمهاجرين الغير شرعيين. المهاجر الغير شرعي يتم رجوعه عودة طوعية لا يتجاوز الشهرين 60 يوم ويرجع مرة أخرى، ويرجع بوثائق مزورة أو يرجع حتى بدون وثائق. فمسألة العودة الطوعية أمر هذا فاشل جدا ولن يوقف تدفق الهجرة غير شرعية. نعم. تحدث السيد رجائي بركات عن محاولة وسيرجع مرة أخرى. نعم. الذين يعادون طوعيا دون تنمية في بلدانهم محاولتهم من جديد بطرق ربما أكثر خطورة. أنتقل إليك سيد طارق لملوم. إذن من بين أيضا الخطوات أو ربما الحلول المتبعة والمتفق عليها وما جرى في مايو الماضي بين وزراء الاتحاد الأوروبي حين اتفقوا على خطة إصلاح قوانين الهجرة لتشديد سياسة قبول المهاجرين ووضع المهاجرين في بلد ثالث ربما لمعالجة طلباتهم، نريد هذا تطرق إليه أيضا سيد رجائي بركات، نريد تفسير
أكبر وأوفى وشرح لهذا الطرح؟ طبعا هي أوروبا تحاول، إيطاليا بالذات يعني منذ فترة تحاول أن تجد مخرج لهذه المسألة. ووضح شيء مهم جدا، هي أوروبا وخصوصا إيطاليا هي لا تشتكي، ما عندها مشكلة في الأشخاص كبشر، بدليل عندما حدثت حرب أوكرانيا دخل 4 مليون شخص، تخيلين 4 مليون شخص توزعوا في الاتحاد الأوروبي كأن يدخل عندهم، يعني لا يوجد أي إشكال عندهم في إدماج والاهتمام وإدخال أشخاص، أعطوهم إقامة مفتوحة لمدة عام كل هؤلاء الناس وسهلوا لهم كل شيء، إقاماتهم، رخص قيادة السيارات وكل شيء. 4 مليون دخل، كل هذه الأعداد يعني لو أخذت 5 سنوات 6 سنوات مضت لم يصل هذا الرقم من دخل من ليبيا أو من تونس أو دخل من تركيا ووصل. هم لديهم أزمة، يعني لديهم مشكلة من الأشخاص القادمين من أفريقيا، والمسألة لها جذور سياسية ومشاكل أخرى. نعتقد أن هذا الحل الذي حدث في قضية بناء معسكرات، 3 معسكرات في ألبانيا، المعسكر الأول والتحقيق والاستقبال الأشخاص، المعسكر الثاني والمخيم الثاني وهو لانتظار أو للبث في طلبات الرجوع، والمعسكر الأخير هو سجن حقيقي يبقى فيه المهاجر أو طالب اللجوء لحين إرجاع إلى بلده. العقد لمدة 5 سنوات هي صفقة ويشوب الكثير من الفساد، لا نعتقد أن هي ستستمر، سيكون مصيرها مثل مصير المركز الذي تم فتحه في طرابلس، وهو مركز التجميع والعودة الذي فتح في طرابلس وأنفق عليه الاتحاد الأوروبي أكثر من 2 مليون يعني دولار أو يورو، أنفق عليه 9 أشهر فقط، وأعلنت المفوضية على إقفاله وهي لا تستطيع وغير قادرة على استقبال كل هذه الأعداد. يعني تخيلي، نعتقد أن هذا الحل الذي قامت به إيطاليا ودفعت به إيطاليا هو فقط يخدم الأحزاب الموجودة الآن والأحزاب اليمينية الموجودة الآن في إيطاليا، كلها أقل من سنة، وستسمعي ولربما ستناقشون في هذا البرنامج أيضا لماذا فشلت هذه الفكرة، لأنها غير ومرفوضة أساسا حتى داخل ألبانيا نفسها، هي مرفوضة أن تضعي أشخاصهم، ليس يعني ألبانيا ليست في الاتحاد الأوروبي، ويعني تنقل أشخاص من بلد آخر وتعالج قضيتهم، هذا أمر غير واقعي وغير مقبول. أيضا إن هو مكلف، يعني أرقام كبيرة تدفعها إيطاليا يعني سنويا لمدة 5 سنوات، ولو قامت يعني بوضع هذه المبالغ في هذه البلدان في مشاريع صغرى وغيرها صدقيني العدد ما وصل وما فكر أساسا في الخروج لهذه البلدان. أعتقد أن ما حدث الآن في هذه الفكرة في ألبانيا هي طرح من سنوات سابقة، والآن واتتهم الفرصة بحكم الوضع الاقتصادي اللي تعاني منه ألبانيا، وهي فرصة، وهم ألبانيا اعتبرت هذا الأمر كمشروع يعني لمدة 5 سنوات، وهي كسبت مثل ما رواندا، يعني أيضا تم توقيع عقد طويل مع رواندا، وعندما توقفت الرحلات إلى رواندا عن طريق بريطانيا، عندما وقفت رواندا طالبت بأموالها، يعني أخذت كل الأموال التي وعدتها بها أو تم التوقيع عليها مع بريطانيا. نعتقد أن مصير ألبانيا نفس الشيء، لن يستمر هذا الأمر أشهر يعني. واضح. إذن بذات الفكرة أنتقل للسيد رجائي بركات. يرى سيد طارق لملوم أن مشروع النقل إلى بلد ثالث هو مشروع تجاري بحت بالنسبة لألبانيا، وهو بالنسبة لإيطاليا ربما مشروع أيضا مكلف ولا يكون مصيره إلا الفشل. هل تعتقد حضرتك، وقد كنت تريد التحدث أيضا في هذا الخصوص، أن هذا المشروع لن يكون أحد الحلول الناجعة في أزمة أو ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟ ويبدو أيضا أن الاتحاد الأوروبي لن يتبنى هذا المشروع، وذلك بسبب معارضة إسبانيا ودول أخرى لهذا المشروع. الآن خلال القمة الحالية المنعقدة في بروكسل سيتم التشدد بشكل أكبر بخصوص حضور وقدوم المهاجرين واللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي. هناك مطالبات بتغيير حتى ميثاق الهجرة الذي تم واللجوء، ميثاق الهجرة واللجوء عفوا، الذي تم تبنيه في شهر مايو الماضي، وذلك لأن دول مثل فرنسا وإيطاليا تجد أنه متهاون ومتسامح ويسهل قدوم المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي. فبالتالي الأيام القادمة والأشهر القادمة ستكون صعبة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين يريدون القدوم إلى دول الاتحاد الأوروبي.
إقامة معسكرات داخل دول قريبة من الدول التي يأتي منها المهاجرين غير الشرعيين، هذا أمر في النهاية يعني ستكون إقامة هؤلاء الأشخاص لفترة طويلة، وهذا سينجم عنه كما ذكر الزميل مشاكل كبيرة من ناحية الديموغرافية ومن ناحية قدرة الدول التي تستقبلهم في تأمين حياة كريمة لهم وتأمين أمل لهم إلى آخره. فبالتالي أعتقد أن هذه الحلول لن تكون مرضية ولن تنجح. نعم، إذا أنتقل إليك سيد سويب، هذا الحل وهو حل النقل إلى بلد ثالث وفق ضيفي الكريمين لن يكون حل ناجع، سيفشل في أقرب الأجال. العودة الطوعية أيضا هو حل مطروح يرى السيد طارق لملوم أنه يصب في اتجاه الاتحاد الأوروبي بالتحديد، والتنمية قلت حضرتك بأنها ليست في صالح هذه البلدان، ليس في صالح ما أن تزدهر بلدان المصدر، وبالتالي خارج هذه الحلول المتبعة أي حل تراه هو الأنجع في مكافحة هذه الظاهرة؟ وقد تحدثت ربما عن المراقبة الإلكترونية قبل قليل، كنت تتحدث عن مشروع آخر منفصل عن هذه الحلول. نعم، بالنسبة لحل نقل المهاجرين الغير شرعيين إلى دولة ثالثة، هذا حل تلفيقي وحل غير منطقي حقيقة، ولا أتصور أن هناك دولة ترضى باستقبال هؤلاء المهاجرين الغير شرعيين على أرضها وتتبناهم ولحمايتهم وعلاجهم وإعاشتهم، هذا أمر صراحة غريب جدا. النقطة الأخرى، احنا تحدثت عن المراقبة الإلكترونية، أنا أقصد هنا دولة ليبيا. أقصد ليش؟ لأن أكثر المتدفقين للهجرة الغير شرعية نحو أوروبا يأتوا من ليبيا، وهذه حقيقة طبعا لأسباب استثنائية والكل يعرفها، وما حدث من تغيير سياسي وعسكري وانقسام عسكري وسياسي في ليبيا سهل هذه المهمة، بالإضافة إلى الوضع الجغرافي في ليبيا والمسافة التي ذكرتها سابقا مفتوحة أمام الجميع. ولكن الحل يكمن خطوة بخطوة. أولا، إذا كان إيطاليا والاتحاد الأوروبي جادين جدا حقيقة في إيقاف الهجرة الغير شرعية إلى أوروبا، هناك عدة حلول. أولا، لماذا إيطاليا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لا تسمح بدخول هؤلاء المهاجرين بشكل قانوني وتفتح منح التأشيرة في قنصلياتها في هذه الدول؟ من المعلوم أن من المستحيلات السبع أن تتحصل على تأشيرة الدخول إلى أوروبا من القنصلية الإيطالية في تشاد أو في النيجر. هذا جانب. ثم لو فتحت هذه الدول تأشيراتها لهؤلاء المهاجرين واستطاعت أن تنتقي من تريد أن تعطيه الإقامة أو من تريد تستفيد منه من كأيدي عاملة أو إلى آخره، لربما تخف هذه الرغبة في الهجرة. بالإضافة إلى نقطة ضرورة إنشاء تنمية مستديمة في هذه الدول الفقيرة والتي كانت سبب فقرها معروف لدى الجميع، عليهم أن يدفعوا الثمن الآن، وإلا التدفق البشري من المناطق الأقل ضغطا إلى المناطق الأعلى ضغطا لن تنتهي ما دام هناك جنوب فقير وشمال غني، وهذه سنة الحياة. لكن الحلول التلفيقية والأمنية والعسكرية غير ممكنة. صحيح احنا كدولة ليبية نعاني من هذه المشكلة، واكثر دولة تضررت من المهاجرين الغير شرعيين، لان ما يتلقاه المهاجرين غير شرعيين في ليبيا من معاملة لن يلقوها في اي دولة اوروبية. وبالتالي الحل الجذري غير شرعيين سيد سويب، الحل الذي تراه قادر على الشفاء، الحل الجذري بالنسبة لليبيا، بالنسبة لليبيا لدولة ليبيا، وهذا ما يهمني، هو تأمين حدودنا الجنوبية إلكترونيا بأي شكل من الأشكال وبأسرع وقت ممكن، على الأقل لنقف هذا التدفق السكاني، لأن نحن أمام خطر ديمغرافي. مساحة ليبيا تساوي 20 دولة أوروبية، يقطنها 7 مليون نسمة، ومحاطون ب200 مليون نسمة،
ولا أريد أن أقول 200 مليون جائع. إذن ليبيا ديموغرافيا وأمنيا والأمن القومي الليبي في خطر محدق إذا لم يتم إجراء عملي وسريع على أرض الواقع. سنقع في مشاكل أخرى وربما سندخل في واضح. تغير ديموغرافي في المنطقة بالكامل لأن نعم وصلت الفكرة. الوقت يداهمنا، أنتقل في الجولة الأخيرة إلى السيد طارق لملوم. تأمين الحدود البرية لليبيا، وإن كنت تؤمن بأن ربما المطارات هي أكثر من تستقبل المهاجرين وتساعد على عملية الهجرة غير نظامية، وقلت أن السوريين هم النسبة الأكثر من الواصلين إلى إيطاليا عبر ليبيا، ولكن إلى أي درجة ترى أن تأمين الحدود البرية أيضا وبنسبة كم بالتحديد سيخدم في مسألة الهجرة غير شرعية؟ ابتداء بالنسبة للحل، دائما ما يجب مراعاة فيه لا يمكن القول أن الحل فقط يعني أن تهمني مصلحة الرقعة الجغرافية اللي أنا أسكن فيها فقط. الأمر متعلق بأدمية بشر، ألاف الأشخاص يختفون يموتون سواء كان في الصحراء أو في البحر. عند الحديث عن تأمين الحدود هذا أمر طبيعي، من حق أي دولة أن هي تقوم بتأمين وحماية حدودها. الحماية لا تعني المنع ولا تعني الصد ولا تعني بناء أسوار أو أسياج، يعني أسياج ومنع دخول الناس. يجب أن يكون هناك يعني أجهزة وكيانات إنسانية موجودة داخل هذه الحدود. يعني على سبيل المثال الحدود سواء كان في التي يعني في جوار تشاد، السودان، النيجر وغيرها، أو المناطق أو الممرات التي يعتقد أن يدخل منها هؤلاء الأشخاص، يجب أن تكون هناك سواء كان القوات الأمنية وأيضا الجهات الإنسانية، المنظمات الدولية التي يفترض أن لا تتكدس في طرابلس وبنغازي فقط، بل يجب عليها أن تكون موجودة هناك. الفرق الطبية يجب أن تكون موجودة داخل هذه الأماكن لقطع الطريق على المهربين، لقطع الطريق على الأشخاص الذين سينتظرونهم في الداخل الليبي. نعتقد أن الحل في حماية الحدود لم يوقف هذه الأزمات. كل إنسان معرض لأزمة ومعرض لخطر، حتى لو أقفلت عليه باب سيجد باب آخر ويجد مكان آخر للدخول. ولدينا تجارب كثيرة عندما حدثت الأزمة في عام 2011 وكيف خرج الليبيين وانتقلوا في شتى البلدان وانتقلوا، والكثير منهم خرجوا بدون أوراق لغاية الآن. الآن تم تسجيل فقط 85 ليبي خرج من الزاوية ومن صبراتا ومن طبرق، ليبيين وعائلات ليبية تخرج الآن. أكثر من 200 من منذ بداية العام هؤلاء الذين تم رصدهم، جزء منهم سجل في إيطاليا والباقي انتقل إلى بلدان أخرى. ولكن هذا لا ينفي أهمية تأمين الحدود البرية أيضا للبلاد. الأمر مهم جدا ولكن لا يعول عليه على أنه هو الحل الوحيد. نعم شكرا لك. أنتقل إلى السيد بركات. ليبيا تجدد دائما الدعوات في مسألة دعمها لتأمين حدودها، هنا كيف تقيم التعاون الأوروبي في هذا الصدد؟ كما ذكرت يجب أن لا ننسى أن دول الاتحاد الأوروبي أيضا تعاني من مشاكل مالية وأزمات اقتصادية والأزمة أو الحرب في أوكرانيا أنهكت اقتصاديا وماليا دول الاتحاد الأوروبي. فالمؤسف هو أن النداءات الليبية لدول الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على مساعدات منها للوقوف في وجه هذه الأزمة، أزمة الهجرة واللجوء، تبقى دائما بدون رد فعال. كما ذكرت يعني وصل الموضوع إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، رؤساء دول الحكومات بحثوا هذا الموضوع ومرارا تحدثوا عنه وتطرقوا إليه في البيانات الختامية لاجتماعاتهم، ولكن ما يتم تقديمه لا يكفي من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة. لذلك كما أقول هل يعكس ذلك سيد رجائي بركات ربما عدم القدرة الاقتصادية أم عدم الرغبة الحقيقية هنا من الجانب الأوروبي في التعاون في هذه المسألة؟ هو عدم وجود الإمكانيات الاقتصادية وعدم إعطاء الأولوية لهذا الموضوع لليبيا وأزمة الهجرة واللجوء، نظرا لوجود مشاكل أخرى ترى دول الاتحاد الأوروبي أنها أكثر أهمية. وما دام إلى موجودة في ليبيا فلا داعي للتدخل. طيب أنتقل إليك وأختم معك سيد سويب. ترى بأن تأمين الحدود إلكترونيا هو الحل القادر على اجتثاث الأزمة على الأقل
فيما يتعلق بالجزء الليبي من هذه الظاهرة التي تشمل طبعا مكونات وأجزاء أخرى، ما الذي ينقص ليبيا اليوم حتى تسير في هذا الحل الذي اقترحته من إمكانيات؟ أولا أن تأمين الحدود إلكترونيا يحتاج الآن إلى أجهزة متطورة وإلى مبالغ مالية طائلة. السبب في عدم تنفيذ هذا المشروع هو الانقسام السياسي والانقسام العسكري والأمني وحتى الاجتماعي في هذه الفترة، ونتمنى أن نتجاوز هذه الأزمة. بالنسبة لتأمين الحدود، النقطة الأولى والخطوة الأولى الحقيقية في إرجاع سيادة الدولة الليبية، ومن ثم نتحدث عن الجانب الإنساني للمهاجرين الغير شرعيين. ما يتلقاه المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا لا يجدوه حتى في أوروبا، حتى في سويسرا. نحن نتقاسم طعامنا معهم، ولكن للأسف الشديد، لأن ليبيا هي الحلقة الأضعف في الهجرة غير شرعية، نجد دائما اللوم على ليبيا والاتهامات بأن ليبيا تنتهك حقوق الإنسان وأن ليبيا لا تستطيع أن تطبق قانون حقوق الإنسان وتتاجر بالبشر وإلى آخره، وهذا غير صحيح. الحقيقة أن تجار البشر أو عصابات تهريب البشر هي عصابات عابرة للحدود، فيها طليان وفرنسيس ومالطيين وقبارسة وتوانسة وليبيين ومصريين وجزائريين ومغاربة. أيضا هذه عصابات عابرة للحدود. أيضا ظاهرة الهجرة غير شرعية ظاهرة دولية، ومن مسؤولية تدفق المهاجرين لأوروبا لا يجب أن تلقى على عاتق ليبيا. ليبيا الآن رغم مشاكلها ورغم أزماتها السياسية والاقتصادية والتضخم وإلى آخره، لا زالت تكافح الهجرة غير شرعية، ولا زالت تقف حاجز أمام تدفق المهاجرين إلى أوروبا، ولكن هذا لن يستمر إلى الأبد. سؤال الأخير، لماذا مفوضية الاتحاد الأوروبي أو دول الاتحاد الأوروبي لماذا لا تطرح سؤال على حكومة تشاد والنيجر، لماذا تسمح لمواطنيها بالخروج الغير قانوني من أراضيهم إلى ليبيا؟ المهاجرين الغير شرعيين يأتوا من السودان، الموضوع ومن تشاد يطول، ومن النيجر، ومن حتى الجزائر للأسف، على مرأى ومسمع من سلطات هذه الدول، ولا يحرك ساكنة. إذن الموضوع فيه أبعاد سياسية أخرى أبعد من الجانب الإنساني لهالمهاجرين. وبعدين الجانب الإنساني مش ليبيا بس مسؤولة عليه، مسؤولة عليه كل دول العالم والدول الأوروبية بالدرجة الأولى. إحنا لا يحملون ما لا نستطيع. إحنا في الليبيين في بعضنا ما زلنا قاعدين نعاني، ولا زالت لدينا مشاكل في الصحة وفي التعليم وفي غيره وغيره، وفي التضخم وفي الاقتصاد. وبالتالي المسؤولية مشتركة، الخطاب اللي يقدم فيه بين بلدان المصدر والمقصد والعبور، هذا ما يسمح به وقت هذه الحلقة. وبالتأكيد مسألة الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى نقاشات أطول وأوفى، سنتناولها بالتأكيد في حلقات قادمة. شكرا جزيلا لكم ضيوفنا، حيث كان معنا من مصراتة أستاذ العلاقات الدولية والناشط في شؤون الهجرة السيد محمد سويب، من روما الباحث في قضايا المهاجرين وطالب اللجوء السيد طارق لملوم، ومن بروكسل الخبير في العلاقات العربية الأوروبية السيد محمد رجائي بركات. شكرا جزيلا لكم ضيوفنا جميعا، الشكر موصول لكم مشاهدينا، لطاقم الأعداد الإنتاج والإخراج، دمتم بخير، إلى اللقاء.